جانب بنبان بتقوم مصر بعدد كبير من المشروعات الكبرى في مجال الطاقة الشمسية زي محطة الكريمات ومحطة هامة في مدينة الغردقة وعدد من محطات الطاقة في مختلف المحافظات والمناطق التي تتميز بالسطوع الشمسي الكبير. أهلا بحضراتكم مرة تانية. المشروعات الحكومية في الطاقة النظيفة وصلت تقريبا 1.5 مليار جنيه وحوالي 4 مليار استثمارات للقطاع الخاص لقراءات دقيقة عن الشمس والرياح في 20 سنة القادمة. وكمان فيما يتعلق بنفس المشروعات عندنا مشروعات الهيدروجين الأخضر باستثمارات برضو كبيرة جدا بتقدر يعني مستقبلا أنها قد تصل ل 80 مليار دولار لو أحسننا استخدامها. عارفين كمان انه في حوالي 122 شركة مؤهلة للعمل في الطاقة الشمسية كما يقال، لكن لدينا ايضا طموح اكبر وعايزين نسأل ليه مش عارفين لغاية دلوقتي نستخدم الطاقة الشمسية بشكل احسن واوفر ويحسن لنا كتير من اوضاعنا ويحل لنا كتير من المشكلات، رغم انه ما نقدرش ننكر انه في تقدم حصل كبير في هذا المستوى على مدار السنوات الماضية. وكمان عندنا القطاع الخاص ممكن يشارك برجال الأعمال وعندهم أفكار كتيرة وأفكار أحيانا بتكون كمان موفرة ومنتجة وتدر دخل على الدولة، لكن برضو أحيانا بتواجه تحديات. فاسمحوا لنا نكمل طبعا دردشة في الموضوع ده ونفتح الملف أكتر مع الدكتور سامح نعمان أستاذ الهندسة واستشاري الطاقة المتجددة. أنا وسهلا فندم نورتنا. وطبعا المهندس أيمن هيبة رئيس شعبة الطاقة المستدامة بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة، منورنا يا فندم. أهلا وسهلا بك، شرفتنا ونورتنا. أهلا وسهلا. يعني يمكن لو بدأت معاك يا دكتور سامح وعايز أسألك، يعني هو احنا فين في مصر في ملف الطاقة الشمسية ده؟ هل احنا نعتبر في منطقة جيدة ولا في منطقة معقولة ولكن محتاجين نحسنها ولا ايه؟ لا هي معقولة ومطلوب تحسينها. تحسينها بامكانيات كبيرة جدا. وحضرتك يعني هناخد مثال بسيط جدا، لو اخدنا 5% من مساحة جمهورية مصر العربية هتنتج 50 جيجا وات ساعة، بالتالي في فترة وجود الشمس مش هتحتاج لأي وقود أحفوري ويتبقى عندك ما يقرب من 14 جيجا قابلة للتصدير أو تشغلها في الهيدروجين الأخضر. ده أبسط مثال. 5% فقط من مساحة مصر، من مساحة جمهورية مصر العربية. طب ما احنا عملنا مشروعات ضخمة مثلا وبنبان والحاجات. لا بنبان مساحة صغيرة، بنبان بتديك 1 جيجا 1.5 جيجا 1464 كيلو ميجا يعني. ولكن انت لما بتاخد 5% انت هيبقى عندك المساحه 50 كيلو متر مربع هتقدر تحط فيها طاقه شمسيه تاخد 50 جيجا وات ساعه. ده على الاقل. على الاقل 50 جيجا وات ساعه. مصر بتستهلك 36 جيجا وات. قول 40. مصر بتستهلك 36 جيجا وات مساحه الطاقه الشمسيه من الكيلو واحد 10 متر مربع الماكسيمم بتاعه. ده يعني على الحسابات القديمه. لكن الكيف من ال 36 ميجا دول او 36 جيجا حضرتك بتقول دي حجم الطاقه اللي احنا بنستخدمها مصر. في قد ايه؟ في ساعه. في الساعه. ساعه 36 في ساعه. نسبه الطاقه الشمسيه منها؟ لا مصر عندها 6.5 جيجا. مصر عندها 6.5 من الطاقه المتجدده عموما. 6.5 جيجا. 6.5 جيجا. 6.5 في الساعه. في الساعه. طب احنا عندنا المساحات، مش عندنا المساحات اللي نقدر والاماكن والمواقع اللي ممكن نقدر نعمل عليها توسع؟ مصر كلها جاهزه انها تعمل طاقه شمسيه. مصر كلها جاهزه، المناخ بتاعها قابل ان تشتغل بيها طاقه شمسيه. فهي بس عمليه اراده وتخطيط وتنفيذ ليس اكثر. طيب بالنسبه للمعوقات الفنيه، هل في معوقات فنيه؟ خالص خالص اطلاقا. طب هاجي هستدر حضرتك في النقطه دي ونشوف فكره التخطيط وايه اللي ينقصنا وكده، لكن برحب برضو بالمهندس ايمن. وانتوا يعني عملتوا شغل كبير الحقيقه في هذا المجال، ما حدش يقدر ينكر. لكن برضو عايز اسال حضرتك برضو، اولا زي الدكتور سامح، انت شايف احنا فين في مجال الطاقه الشمسيه بشكل عام والطاقه المتجدده؟
اللي احنا في مراحل قبل ما اخش معاك في التفاصيل. كوضع عام مصر يعني اصبحت في وضع متقدم جدا، اصبحت في مركز جذب للطاقه المتجدده والاستثمارات الاجنبيه المباشره في هذا المجال، خطط خطوات واسعه جدا بدايه من 2014 بصدور قانون الكهرباء في 2014 وقانون التعريفة الموحدة الصادر بمجلس الوزراء أيضا في 2014 قانون 203. كل ده أدى إلى طفرة في مجال الاستثمار في الطاقة المتجددة، أصبحت مصر محط أنظار كثير من المستثمرين على مستوى العالم، ونتج عنه مشروعات قومية كبرى في هذا المجال. لكن إحنا إيه المستهدف أو إيه النهاردة وأنا بتكلم باسم سيدة اللي بتضم 200 شركة وجامعة ومستثمر في مجال الطاقة المستدامة، وتكلم باسم الغرفة التجارية شعب الطاقة المستدامة في الغرفة التجارية اللي بتضم عدد كبير من الشركات اللي بتعمل في هذا المجال. إيه اللي يهم المواطن النهاردة ويهم الشركات هو إزاي ننشر ثقافة المحطات الصغيرة والمتوسطة على أسطح المنازل. لو نيجي نقارن، مصر تقدمت في مجال الميجا سكيل بروجيكس، وده حقق لمصر مميزات بعينها. نحن أصبح عندنا محطات ضخمة زي ما بنتكلم حضرتك على البنبان، أو دكتور سامح اتكلم على استثمارات أخرى، وفي نفس الوقت جذب مبالغ واستثمارات ضخمة من النقد الأجنبي لمصر. النهاردة بقى عشان أستفيد من الطاقة الشمسية أو أفيد المواطن في نفس الوقت أوفر على الدولة الغاز اللي بيتم حرقه في محطات انتاج الكهرباء بالوقود الاحفوري او المازوت او الفجوه الدولاريه المطلوبه لتوفير الوقود، لابد ان انا انشر اللي بيسموها الديستريبيوتد انرجي او المحطات المنتشره، مش المحطات المركزه. المحطات المنتشره دي على الروف توب، لو شفنا الاستراكشر ده في نماذج الدول التي سبقتنا باستخدام الطاقه المتجدده، في المانيا مثلا هنلاقي ان الاغلبيه للمحطات المنتشره او بيسموها المحطات الموزعه، في 2.5 مليون محطه في المانيا روف توب بتمثل محطات صغيره، محطات صغيره ومتوسطه من 5 كيلو لحد 30 ميجا. المصانع دي كلها والمنازل ممكن تبقى كلها مصادر انتاج طاقه، هتساعد في حاجتين، هتساعد في فرص عمل مستدامه، خلق فرص عمل مستدامه. مشروع المحطه المركزه، لما بعمل مشروع زي البنبان وهو مشروع عظيم، فانا بشغل عدد كبير من المهندسين والعماله المباشره والغير مباشره لوقت محدد وهو وقت انشاء المحطه، بعد كده باخد 10% منهم بس للاداره والتشغيل. اما المحطات المنتشره بيبقى فيه فرص عمل مستدامه، لان بفضل اركب محطات فوق الاسطح والمنازل لفترات طويلة جدا، فأنا بستقبل وبعرف أن أنا أشغل كل ما هو متاح من موارد بشرية من مهندسين وفنيين وعمالة مباشرة غير مباشرة لوقت طويل جدا، فبخلق فرص عمل مستدامة. في نفس الوقت برضو أن أنا بخرج من قطاع الدعم عدد كبير جدا من المواطنين والمصانع اللي بيعتمد على الدولة وعلى كهربة الدولة المدعومة، واللي الدولة بتتحسس كثيرا في رفع الدعم نتيجة وجود طبقات معينة وشرائح معينة، أنا بخرجها برة مظلة الدعم، ويبقى ده منزل منتج ذاتيا للكهرباء أو مصنع بيستهلك جزء كبير من استهلاكه للكهرباء من الطاقة المستدامة أو الطاقة المتجددة. بس عندنا القطاع الصناعي مش مستفيد من فكرة الطاقة الشمسية دي بأسلوب أمثل، كله غاز برضو، إشمعنى ليه يعني؟ إيه لأن القطاع الصناعي احتياجاته دول عندهم إمكانيات برضو شوية عن احتياجاته كتيرة محطة. جدا احتياجاته والمساحة المتاحة له قد لا تكون كافية لتغطية كافة إنتاجه، لكن على الأقل ممكن يغطي نسبة 20-30% من استهلاك المصنع من الطاقة المتجددة باستخدام الأسطح. وفي نفس الوقت لو طبقنا الويلينج أو زي الحكومة ابتدت حاليا في مشروع اللي هو بي تو بي أو بيع القطاع الخاص للخاص، أننا نستغل أرض متاحة لصاحب المصنع ده في مكان آخر ونقله الطاقة الشمسية عبر شبكة الربط إلى مصنعه. لكن الأمر يحتاج إيه؟ الأمر يحتاج بعض الحوافز التشجيعية. النهاردة أنا كصاحب مصنع أنا هستثمر ليه في محطة الطاقة الشمسية برقم ضخم جدا، بينما أنا ممكن أستثمر في خط الإنتاج الرئيسي والكور بيزنس أو النشاط الاساسي، هستخدم ليه في الطاقه مفهوم. وانا باخد طاقه بسعر معقول، بلاش اقول مخفض، سعر معقول جدا بالنسبه لمثيلها على مستوى العالم.
فانا موضوع الطاقه ما بيشغلنيش كتير كصاحب مصنع. امتى يشغلني؟ لما الاقي الموتيف او الاقي الحاجه اللي تشجعني. ايه اللي يشجعني؟ مشروع دوله مش مشروع افراد. الدوله والافراد، الدوله دورها تقديم حزمه الحوافز والاعفاءات، والافراد دورهم انهم يستفيدوا من هذا ويستثمروا في المقابل. ايه الحوافز المطلوبه النهارده؟ برضو صادر عن الدوله وده شيء جيد جدا، ان مشروع حوافز الهيدروجين. مشروع حوافز الهيدروجين ده اعفى مستثمري الهيدروجين ومحطات الطاقه المخصصه للهيدروجين الاخضر من رسوم ضريبه القيمه المضافه من الجمارك، واعطى ميزات ضريبيه للعقار او للمستخدم نتيجه استخدامه او استثماره في مجال الهيدروجين الاخضر. دي محطه طاقه متجدده للهيدروجين الاخضر. ولما يبقى عندي مصنع، دي محطه طاقه متجدده للمصنع. هنا في مراكز قانونيه غير متساويه. ايه المانع؟ وهو وده المطلوب، ان انا اعفي نفس المكونات اللي هيستخدمها مصنع فلان او هذا المصنع عشان يعمل طاقه شمسيه. لابد ان يتمتع بنفس الاعفاءات الضريبيه اللي بيستخدمها الهيدروجين. ما دي محطه طاقه ودي محطه طاقه. دي مش الامم المتحده الامم المتحده عامه على مستوى الدول بتدي حوافز لما بتستخدم طاقه متجدده؟ احنا نعمل شبه الموضوع ده. لا انا بتكلم عن الدوله المصريه. الدوله في الداخل تساوي في المراكز القانونيه وتدي اعفاءات لمكونات الطاقه الشمسيه كلها، سواء ده منزلي او تجاري او صناعي، زي ما اعطت لي مستخدم او مستثمر الهيدروجين. في نفس الوقت لابد يبقى فيه حافز كمان. الاول بيبقى فيه سياسات دافعه، ان انا بخلي المواطن يستخدم الطاقه الشمسيه على طريق سياسات دافعه، وبعد كده في سياسات جاذبه. السياسات الجاذبه دي اللي هي حزمه الحوافز. ازاي النهارده اللي بيستخدم نسبه 20 30% او 50% من استخداماته او من استهلاكه من الطاقه المتجدده لابد ياخد حافز. الحافز ده ممكن يكون بيسموه تاكس بريك او حوافز ضريبيه، اعافيك من الضرائب على العقار ده لمده 3 سنين، او اعافيك بنسبه استخدامك للطاقه المتجدده. انت 30% المصنع ده بيستخدم 30% من الطاقه بتاعته من الطاقه المتجدده، يعفى من 30% من نسبه 30% من الضرائب العقاريه او من الضرائب العامه على الدخل. يبقى هو عنده دافع النهارده، ما اصبحش النهارده سعر الطاقه او الاستثمارات، يبقى عنده دافع كده. يبقى انا وفرت على الدوله شريحه معينه بتخرج من تحت مظلة الدعم، وفي نفس الوقت برضو بتوفر الغاز او الوقود اللي انا بحرقه وبستورده بقيمة دولارية عالية جدا، وبيولد ذاتيا طاقة بيستخدمها. يبقى احنا محتاجين حوافز سواء للمستخدم النهائي. طيب دكتور، انت حضرتك قلت لنا لو استخدمنا بس 5% من مساحة مصر هنقدر نعمل حاجات كتير. 50 جيجا. 50 جيجا. طب ايه المعوق؟ ايه المشكله؟ هل والتكاليف؟ هل احنا بننتج الالواح دي ولا بنستوردها ولا بنعالجها ولا كله بيستورد؟ هو غالبا الصين، لان الصين هي هي المسيطره على العالم في انتاج الالواح التقليديه، وهي رقم واحد كمان في على مستوى العالم في الطاقه الشمسيه. طيب ايه المشكله؟ المشكله هو التوجيه بس. توجيه وتنفيذ وعرض الموضوع على الشركات. الشركات الخاصة يعني الشركات الخاصة اللي عملتها في بنبين، مش هي قطاع خاص؟ وجابوا الفلوس بضمان وزارة الكهرباء لتنفيذ المشروع، وبيع الكهرباء لوزارة الكهرباء. فلو تم هذا الكلام وتعرض، هيبقى انت معاك 50 جيجا وات ساعة هتبقى بتستخدم في خلال النهار كلها طاقة شمسية، وعندك على الأقل 14 جيجا تستخدمها يا اما في الهيدروجين الاخضر، يا اما تصدرها في الثلاث محاور اللي موجودين انك انت تصدر لاوروبا. ووصل وهل تكون يعني مصدر للانتاج على مستوى المنطقه؟ ايه ده؟ هل مصر مؤهله تكون مركز لانتاج الطاقه على مستوى المنطقه؟ مصر مؤهله لانها تصدر الطاقه لاوروبا، وده المخطط بتاع اوروبا انها تستورد الطاقه الكهربائيه من الطاقه المتجدده. واوروبا التركيز الرئيسي عليها دلوقتي انها تستورد الهيدروجين الاخضر، ولذلك هي مركزه على المغرب والجزائر لان هم قريبين جدا من خلال جبل طارق، والمسافه بينهم 14 كيلو. والمغرب عملت شغل كبير قوي في مجال الطاقه الشمسيه عامه. هي واخده دعم من انجلترا، لان هي هتبعت الهيدروجين الاخضر مش في مراكب، هتبعته من خلال البايبس اللي بتنقل منه الغاز سواء المغرب او الجزائر. فده بالنسبه لهم اسرع ان هي تاخد عن طريق مراكب. ولكن هم بداوا ده فعلا، بداوا التصدير بداوا فيه، ولذلك احنا عندنا منافس قوي المغرب والجزائر. احنا عشان كده اعرفوا ان المغرب كمان عملت اكبر مزرعه للطاقه الشمسيه كمان. لا مش اكبر مزرعه، هي فيها دعم علشان انتاج الهيدروجين الاخضر. اولا المغرب على فكره بتعتمد في الكهرباء الرئيسيه بتاعتها على الفحم.
الفحم الرئيسي بالطاقة بتاعت أيوة لما بتعمل الطاقة المتجددة للمشاريع الخاصة بالهيدروجين وتصديرها إلى أوروبا، لأن أوروبا مركزة دلوقتي بعد روسيا ومعركة روسيا وأوكرانيا بتركز على الهيدروجين الأخضر واستيراد الطاقة الكهربائية الناتجة من الطاقة المتجددة. ولذلك احنا عندنا ثلاث محاور هنصدر فيهم الطاقة المتجددة إلى أوروبا، اللي هو واحد غرب دمياط ب 120 كيلو، والتاني من بورسعيد للسلوم لإيطاليا منتصف أوروبا في ألمانيا، والتالت برضو من بورسعيد هيطلع على مرسى مطروح، ومن مرسى مطروح على إيطاليا للمنطقة الصناعية بتاعت أوروبا. كل واحدة فيهم 3 جيجا. طيب هنروح فاصل سريع ولما نرجع هنكمل حوارنا، وعايز احرك برضو حوالين بقى ايه برضو المعوقات اللي بتقابلنا في فكرة المنازل او استخدامها على محطات صغيرة او متوسطة. فاصل ونرجع احرككم مرة تانية. جهاز عندك في البيت نفسك يشتغل بالطاقه الشمسيه؟ الثلاجه. اكتر حاجه تشتغل بالطاقه الشمسيه وبتستهلك كهرباء هي الثلاجه والتلفزيون. تكييف اكيد اهم حاجه. يعني مثلا الجهاز اللي هو مستهلك للكهرباء كتير ممكن يكون موتور الكهرباء، موتور الميه. تكييف. جهاز الكمبيوتر اكيد. التكييف، الثلاجه، الحاجات اللي بتاخد كهرباء كتير. يعني التلفزيون عشان بيبقى شغال برضو ممكن 24 ساعه، بيبقى شغال في معظم البيوت وكده. اللابتوب علشان هو بطاريه وكده، فطبعا ده اكتر استخدام. يعني طب انت لو عندك فرصه ان انت تركب طاقه شمسيه في البيت هتعمل كده؟ بص انا هدرس برضو الموضوع الاول، ما الفرصه ممكن تكون موجوده بس على حسب انا استهلاكي في البيت. والله فكره جميله جدا. انا سامع ان الموضوع صعب قوي، بس يعني ما تعمقتش في ايه وجه الصعوبه بالظبط، بس اكيد لو سهل الدنيا سهله اكيد هتمنى. يعني حاجه بتوفر لي وحاجه طبيعيه ومش مضره للبيئه، فهي اكيد ان هي تبقى مكان احسن. يعني احنا خلاص يعني ماشيين في الموضوع، يعني احنا بنحاول ان احنا نركب والكلام ده كله، خلاص احنا يعني ممكن في غضون شهر او اتنين هنركب الواح شمسيه. اكيد طبعا هتوفر فلوس كتير طبعا. هتبقى في الاول هتبقى مبلغ كبير، لكن بعد كده خلاص يعني هيوفر لنا الكهرباء. تاني حاجه هي حاجه صديقه للبيئه جدا، فاعتقد ان هي هيبقى حل لطيف. يعني طبعا دي طموحات واحلام وبعضها قابل التحقق وبعضها يعني غير قابل التحقق. لان دكتور مفيش الواح طاقه شمسيه بتشغل جهاز بعينه، مفيش الاحلام دي. يعني لا يعني مفيش ستاند الون جهاز الون زي مثلا الصور اللي منتشره على الفيسبوك بتاع التكييف ثلاجه، مفيش الكلام ده، مفيش امكانيه الانتاج على المستوى ده. لا وحضرتك لو انت شغلت معاها انفرتر وستابلايزر مع بعض هيبقى يشغل اللي انت عايزه. يعني في اجهزه دلوقتي بتعمل باك اب انك انت لما النور يقطع عندك هي اصلا بتشغل. يعني الصور دي اي كلام صح؟ الصور دي فيها شكوك وحاجات. الشكوك. لا فيها كلام. هي ممكن دي ممكن تتركب بالمنظر ده ممكن، لكن في صور تانية غير قابل. ده يلزمه جنبه. ده ما يشغلش، ده يطلع 2 كيلو وات على على التكييف. لا 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 ده يشحن بطاريه. البطاريه بس تبتدي على انفرتر زي ما انا قلت دلوقتي. انت بتدخل تشحن بطاريه على انفرتر، بعد كده تدخل على الاستابلايزر تشغل الجهاز. انما ده مش مباشر على الجهاز. شوف خليني اكلمك على الطاقه الشمسيه المنازل. الطاقه الشمسيه المنازل حضرتك كمان كان ليك تعليق على امكانيه تركيبها في البيوت. ده ممكن طبعا. هو العائق ايه النهارده في البيت او ايه التحدي اللي موجود علشان تنتشر الطاقه الشمسيه في المنازل؟ التحدي اللي موجود في اجراءات تشريعيه، اجراءات اجرائيه، وفي اجراءات تمويليه. الثلاث التحديات دول هما اللي بيخلوا الوتيره تركيب محطات الطاقه الشمسيه في المنازل والمصانع قليله.
ازاي نزود هذه الوتيره بالغاء هذه التحديات. الاجرائيه حضرتك عرضت في اول البرنامج وانت بتتكلم على شروط ربط محطات الطاقه المتجدده للمنازل. اول حاجه 3 فيز، لازم يكون المنزل 3 فيز او الثلاثه فاز زي ما بيقولوا العداد. فده احنا تقدمنا مقترح لشركه القبض للكهرباء، والنهارده هم وعدوا بدراسته، لان ده بيتطلب اجراء فني انه يحافظ على البالانس او على توازن الشبكه لو استخدم السنجل فيز، لكن هي ممكن. ده لو حصل انهم سمحوا بتركيب السنجل فيز او 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 احادي القطب للطاقه الشمسيه، ده هيفتح الباب لعدد كبير جدا من المنازل انها تركب. الامر الاخر اللي هو الحد الاقصى، في فتره من الفترات كان عندنا فائض في استخدام الكهرباء، بالتالي كانت الريجيليشن بتحد من استخدام الكهرباء. ففي كتاب دولي صدر بحد اقصى لا يتعداه صاحب العقار في تركيب الطاقه الشمسيه، بيوصل 40% في المصانع والمشروعات التجاريه. لازم يتلغى الحد الاقصى، لان النهارده اصبحت في وضع معكوس واصبحت في حاجه الى مزيد من الطاقه. لو اتلغى الحد الاقصى هيفتح المجال ايضا لقدرات اكبر من الطاقه الشمسيه. الامر الاخر ملكيه السطح. احنا الطاقه الشمسيه بالنسبه للفاميلي هاوز او البيوت او الفيلات او المنازل ذات المستخدم الواحد ديت ما فيهاش مشكله، لان السطح ملك الاسره، ملك العيله، اتعملت في بعض المنتجعات شويه. لكن عندنا لسه كتير. انت بتتكلم على عدد سكان القاهره الكبرى فقط 1.5 مليون. كام عدد وحدات الطاقه الشمسيه المركبه هناك؟ لا تتعدى ال 5000. لما نيجي النهارده نتكلم على الرحاب فيها 50,000 وحده، فيها كام؟ وهكذا جميع الكومباوندز. كمان الفاميلي هاوسز او البيوت ذات الاستخدام الاسري دي مش موجوده في القاهره بس، ده كل الدلتا وكل المحافظات كده. العمارات السكنيه اللي فيها عدد كبير من الوحدات دي اللي ممكن يبقى فيها عائق. لكن انا اسهل الاجراءات ازاي؟ ان انا اسهل الشرط بتاع ملكيه عداد ملكيه السطح نفسه. وده برضو احنا تقدمنا فيه بمقترح، وان شاء الله الشركه القابضه بتدرسه علشان يبقى فيه تسهيل للعمارات اللي هي متوسطه الارتفاعات، اللي فيها عدد محدود من الوحدات، 6 وحدات، وفيها اسره مثلا واحده اب واولاده او هكذا. فدي ممكن يبقى فيها حل بسيط بحيث انه يسمح باستخدام الاسطح ويربط مع جميع عدادات العماره اللي هم حوالي 6 عدادات او حاجه زي كده. فده ممكن يبقى سهل ويسرع من اجراءات. لو رحنا بقى للاجراءات، هل ده محتاج تشريعات او كده ولا اجراءات؟ هي يعني مش تشريعات ترقى لتشريعات البرلمان، لكن دي تشريعات بتصدر من الجهات لوائح تنظيميه من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، وبكتب دوريه توزع على شركات التوزيع اللي اصلا المفروض انها توحد اجراءاتها برضو، لان دي برضو مشاكل بتقابل شركات الطاقه الشمسيه والمواطنين في الربط، عدم توحيد الاجراءات. اخيرا تم تفعيل منصه، وانا بدعو المواطنين كلهم انهم يبصوا عليها، اللي هي بي في هاب او منصه الطاقه الشمسيه، اللي بتربط جميع شركات التوزيع والمواطنين اللي بيقدر، موجود عليها الشركات المؤهله، موجود عليها شركات التوزيع، ويقدر المواطن اونلاين او عن طريق هذه المنصه اختيار احدى الشركات والتعامل مع شركات التوزيع بسهوله. كل ده ممكن يساعد في انتشار الطاقه الشمسيه او انتشار وسرعه تركيب الخلايا الشمسيه للمنازل والمحطات المنتشره. يبقى الحل في الاجراءات التمويليه، وده برضو ليه قصه ممكن نقول لحضرتك، انت عايز برضو اراده سياسيه. ما انا هاجي لحضرتك في الجزء التمويلي، وهو اروح مكان مع مبادره شمس مصر برضو اتوقف معاها. لكن دكتور لو هتقول لي برضو ازاي نطور من استخدامنا للطاقه الشمسيه في مصر في بوينتس، وعلاقه ده بالترشيد عندنا عامله ازاي؟ هو الترشيد ده له قصة والتطوير له قصة. التطوير يبقى لازم ندخل على أحدث تكنولوجيا موجودة للطاقة الشمسية اللي موجودة في العالم. احنا مش داخلين عليها. ادي واحد. ليه بقى؟ ليه دي الأسباب؟ لأنها أسباب تمويلية ولا أسباب فنية؟ أسباب إدارية. أسباب إدارية. ادي حاجة. الحاجة التانية يعني معلش، إدارية بمعنى إيه؟ تنقصنا فيها كفاءات يعني؟ ما شاء الله حضراتكم موجودين والدكاترة بس على مستوى قرار انك تستخدمها، قرار انك تفتح لها السكه. بس ماشي. انما بالنسبه لاستكمال اللي ايمن بيه بيقول، بالنسبه للجزء اللي هو التمويلي، هو لو الدوله خلت البنوك
هي اللي تقوم بتمويل كل المشاريع، سواء بقى اللي هي الميج او السمول او الميديوم اللي موجوده فوق البيوت، يبقى انت كده شلت العائق عن المالي عن المواطن. يبقى اذا المستثمر بتاعك موجود اللي هو البنك هيسد فلوسه بعد 7-8 سنين 10 سنين، بعد كده هتبقى المحطه صاحب ملك صاحب المكان. هيبقى بتوفر ومش هتكفل ومش هتكلفه بقى ساعتها، لانه خلاص دفع دفع، فتبقى الكهرباء ببلاش. فبالتالي بيسدد الفلوس دي، بدل ما بيدفع قسط الكهرباء هيدفع القسط للبنك. فبالتالي مين اللي كسبان؟ الدوله كسبانه انك انت وفرت لها الغاز، المواطن كسبان انك انت خليته كسب من الطاقه الشمسيه اللي موجوده في البلد ووفرت له فلوس الكهرباء، البنك استثمر فلوسه وكسب، وكمان البيئه كسبت. يبقى دي اربع جهات كسبنا مع بعض. ده بالنسبه للكلام ده. اما بالنسبه للترشيد، احنا عندنا الترشيد اولا لما احنا بنقول للمحلات، احنا عندنا ما يقرب من 7.5 مليون محل. لو المتوسط بتاع كل محل 2 كيلو، يبقى انت بتستخدم حوالي 15 مليون كيلو وات في الساعه في 3 ساعات. طيب ال 15 مليون، عشان اسهل على الناس، ما اعرفش وفق وزاره الكهرباء الاحصائيات يعني اللي شفتها، انه حجم لا تزيد عن 4.5% من المحلات التجاريه من حجم استهلاك الكهرباء. التكلفه كام وبتوفر بتوفر لمصر كام؟ وايه اللي ممكن نوفره تاني بعيد عن هذا الكلام؟ هي بتوفر ما يقرب من 100,000 وحده حراريه، يعني 300,000 دولار في الثلاث ساعات، يعني هيبقى حوالي مليون دولار. يعني حضرتك المحلات دي كلها بتقفل عشان تتوفر مليون دولار، او بتوفر 3 مليون متر مكعب غاز في الساعه، يعني 9 مليون متر مكعب. طيب انت عندك يعني اللي انت بتستهلكه في الكهرباء في اليوم ما يقرب من 155 متر مكعب غاز. سعرهم لما بتشتريه بحوالي 16.5 مليون دولار. تعال شوف التوك توك اللي عندك بيستهلك قد ايه. انت عندك 5 مليون توك توك، التوك توك الواحد بيستهلك 7 لتر بنزين، سعر اللتر 1.2، فانت بتستهلك 42 مليون دولار يوميا للتوك توك. حول التوك توك لموتور بالكهرباء، والكلام ده انا قايله في 2014، يبقى انت هتوفر 35 مليون. بس دي عمليه معقده. لا مش معقده. ايه اللي معقد فيها؟ يعني تنفيذ على السكيل ده، واصلا احنا عندنا الموضوع التكنولوجي مش منضبط اساسا. ما انت حضرتك لما بتحوله الكهرباء، انت بتوفر للدوله 42 مليون دولار يوميا. مش مهم تحول في سنه، على سنتين ثلاثه وخليه قليل. يبقى انت بدل ما بتستهلك بتدفع 12.5 مليون دولار عشان تجيب غاز، متوفر ل 42.5 مليون. ال 42 مليون دولار ادي حاجه. الحاجه الثانيه، بس احنا لسه بنحاول ننشئ محطات كهرباء، يعني لسه دي سهله، دي امورها سهله، لان انا نفذتها في الجامعه سنه 2014. حولنا حاجه استخدمت بالكهرباء فوفرت بنزين، استخدمت بالكلام ده. طيب عندك حضرتك كمان المصالح الحكوميه والمدارس، كلها في اجهزه بتتحط. بعد انت بتظبط الجهاز ده، بعد ساعه 2-3-4 زي ما انت عايز، بتقفل المصلحه بالكامل الكهرباء بتاعتها، والاماكن اللي انت عايز تنورها يبقى مسؤول الامن هو اللي بينورها. عند حضرتك نفس الكلام ده على المصالح الحكوميه والمدارس. عند حضرتك كمان النوادي المكشوفه بتستخدم كشافات قد ايه؟ كل النوادي المكشوفه تستخدم لازم كشافات خاصه بتشحن بالطاقه الشمسيه، يعني اقطع عن الكهرباء تستخدم كشافات تستخدم بالطاقه الشمسيه. عندك كم نادي على مستوى مصر بيستخدم كم طاقه بتاعته قد ايه؟ قد المحلات اللي هي بتستهلك الكهرباء اللي احنا عايزين نقطع عنها الكهرباء. لو استخدمت الطاقه الشمسيه في النهار بتشحن، وبالليل بتبتدي تنور. مش لازم تكون الالواح والبطاريات فوق، ممكن المحطه الالواح تحط تحت والكشاف يبقى فوق. وبالتالي احنا مش هنقول بقى صيانه ونظافه والكلام ده. عندنا الشوارع الرئيسيه بالكامل والطرق الرئيسيه بتشتغل بالكشاف، بتشتغل بطاقه كهربائيه عاديه. شغاله بطاقه شمسيه، ولكن مش زي ما احنا بنعملها بنحط الواح الطاقه الشمسيه فوق العماد. لها تكنيك مخصص بان كل المحطات دي كل الشوارع دي تشتغل كده، وبعدين بتشتغل بسنسور لما هو بيبقى نور خافت، لما بتعدي العربيه او البني ادم بيعدي بتبتدي هي تنور الاضاءه الكامله، وبعد فتره زمنيه بتطفي، فانت بتوفر من هذا الكلام. طب انا استاذنكم، عندنا تجربه لطيفه لواحده من القرى المصريه، قريه اسمها البزايسه في الشرقيه، وايه؟ دي معموله في السبعينات. الدكتور صلاح. دكتور صلاح عرفه. دكتور صلاح عرفه. فهو معانا دلوقتي على التليفون، دكتور صلاح عرفه استاذ الفيزياء. اهلا وسهلا يا دكتور، منور. اهلا بيكم، وسعيد بان انا استمع الى الخبراء في عمليه تطبيق الطاقه الشمسيه، لان هناك اساليب كثيره ومبتكره محتاجين ان احنا نتعرف عليها ونعرف الناس عليها ونتعاون في صنفها.
طب يا دكتور، وانا يعني اتشرفت قبل كده بلقاء حضرتك، لو تدينا يعني احنا بنشوف انتوا ازاي نجحتوا في التجربه دي كده باختصار لو تقول لنا. نعم. ازاي نجحتوا في تجربه القريه دي كلها وامكانيه تطبيق نفس اللي انتوا عملتوه ده في قرى تانية، لو تقول لنا باختصار من فضل. الاساس يا فندم انه لابد من بناء الثقه، وايضا من التعاون، وايضا من ايجاد التسهيلات. يعني هقول لحضرتك بسهوله وببساطه شديده ان احنا لما ابتدينا في القريه واتكلمنا على الاحتياجات كتيره عشان تعملها وتطلب دعم من الحكومه ولا من القطاع الخاص ولا مش عارف ايه عشان يعمل كل حاجه ومن الاول للاخر، مش موجوده ومش هتتوجد. انما اللي احنا بنقوله يا فندم انه لو تعاونت، وده اذكر حضرتك واذكر الساده المستمعين ان احنا بنتكلم على انه هناك ما يسمى بالمثلث الذهبي اللي هو الحكومة، القطاع الخاص، القطاع المدني، لابد انهم يتعاونوا ويتشاركوا في حل المشاكل، انما ما فيش حد لوحده هيقدر يعمل. والنقطة المهمة قوي انه الناس عايزة تاخد ثقة في نفسها وتاخد ثقة في اللي بيساعدها. دي كانت البداية في قرية البسايسة. احنا ما جبناش تمويل من حد، احنا ما جبناش حاجة من برة، احنا جبنا كل حاجة موجودة بس بتسهيلات وبطرق اللي احنا بنسميها الطرق التعاونية، اللي المفروض يبقى فيها نوع من التكامل وايضا التعاون المثمر. كم واحد بيستفيد تقريبا من التجربة دي؟ قرية. نعم، القرية كلها بتستفيد من التجربة دي كلها طبعا. انا مش سامع حضرتك كويس. طيب انا بشكر حضرتك يا دكتور صلاح، نورتنا، شكرا جزيلا. برضو يعني تجربة تدينا شوية امل ان ده ممكن يتم تطبيقه على نطاقات واسعة لو حصل تعاون. هو بدأ بجنيه وبخلاها نص جنيه وخلى القرية كلها اتلمت، وهو اللي خد القرض على حسابه وهو اللي بدا يدفع ويلم، وهم والقريه بدات تدفع له نص جنيه لحد ما خلص القرض. ممكن بشكل حكومي بآليه شبيهه على حسابه. انا عارف احنا ممكن بقى بآليه شبيهه مع البنوك نقدر نعمل كده. نفس القصه. طيب حضرتك برضه مبادره شمس مصر، وكنت هتقولي حاجه على الاجراءات التمويليه. شوف، هو احنا مش ممكن نطلب من الحكومه كل حاجه. اولا احقاقا للحق لابد ان احنا نعطي كل ذي حق حقه. احنا في ازمه تخفيف الاحمال اللي موجوده، وفي لوم كبير على وزاره الكهرباء وده مش صح. لابد ان احنا نقدم كل الشكر للدكتور محمد شاكر العالم الكبير اللي قدم لمصر من 2014 للنهارده اجراءات طبعا تشريعيه من اول قانون الكهرباء. مشكله البترول بالظبط، وانجز فيه بناء محطات وبنية اساسيه في مجال الكهرباء. المشكله هي مشكله ولا وقود، هي مشكله عجز في الحصيلة الدولارية، مما أدى إلى عجز في الوقود، مما أدى لما احنا النهاردة عندنا محطات في مصر تقدر تكفي مصر مرة وربع كهرباء. أيوة. مش محتاجة غير أنك توفر لها الوقود. أيوة. لكن إيه المساعد بقى؟ إيه الحاجات اللي احنا كان ممكن لو عملناها كان ممكن إن احنا ساعدنا نفسنا وساعدنا الحكومة؟ هو انتشار الطاقة الشمسية على أسطح المنازل والعقارات والمصانع. ده مهم جدا، المصانع تقدر تستهلك كتير جدا. التمويل الحكومه لوحدها النهارده ما تقدرش. البنوك زي ما حضرتك بتقول برضو احنا في خلال اتفاقنا مع صندوق النقد والبنك الدولي في الاتفاقيات في خلال السنتين الماضيتين منع البنك المركزي من تقديم مبادرات للتمويل منخفضه التكلفه باسعار مختلفه، ووحد فغل ايد البنك المركزي. حتى المبادره اللي كانت بتقدم للصناعه وللتمويل العقاري كلها وقفت واتنقلت لوزاره الماليه، فبالتالي اصبحت البنوك عاجزه عن تقديم قروض ميسره. لكن في قروض بتجيلنا من بره من جهات منحه وجهات تمويليه، تقدر تقدر البنوك اعاده تمويل مره اخرى الاشخاص والمنشات بيها. فاحنا اقترحنا مبادره شمس مصر. مفيش دوله قدرت تعدي سريعا بس تقدر احسن تجاوز ده وقت البرنامج معلش. مفيش دوله قدرت تعدي غير بمبادره او بيسموه صندوق التحول الاخضر، صندوق
دعم التحول الطاقي ده دول كتير مرت بيه، مصادر تمويله ممكن تبقى بسهوله جدا. اول مصدر من مصادر تمويله اللي انا فرضت قرش ساغ، قرش ساغ على كل كيلو وات اور، ومش هحمل المواطن، انا هخصمه من التعريفه اللي موجوده. قرش ساغ على كل كيلو وات اور في فواتير كهرباء مصر هديني 2 مليار جنيه. فكره اخرى احدى الدول ايضا من غير ما احمل الناس، بس من غير ما احمل كده هم الشرائح زايده من الفاتوره اللي موجوده، ما كده كده الشرائح اللي موجوده هديني 2 مليار جنيه. الجزء الاخر البنك المركزي في اي دوله بيفرض على البنوك التابعه انها تودع 15% من راس مالها في حساب في البنك المركزي كاحتياطي، 1% من هذه ال 15% ممكن يضاف الى تمويل الصندوق، يبقى انا عندي حصيله نقديه اقدر ادي بيها دعم للمستخدم النهائي ويقدر يقصد بيها الطاقه الشمسيه، بالاضافه للاعفاءات الضريبيه اللي انا كلمت حضرتك عليها اللي لابد انها تطبق مساواه بما حدث في الهيدروجين ان شاء الله. اذا يعني طبعا بشكر حضرتك ونورتونا دكتور سامح نعمان استاذ الهندسه واستشاره الطاقه المتجدده، والمهندس ايمن هيبه رئيس شعب الطاقه المستدامه بغرفة القاهرة التجارية ورئيس جمعية تنمية الطاقة الجديدة والمتجددة. أنا شخصيا استفدت كتير من وجودي مع حضراتكم، بشكركم مرة تانية. إذا مصر قطعت أشواطا لكن نحتاج المزيد، وزي ما أستاذتنا وضحوا يمكن بعض الإجراءات الإدارية والتشريعية وتسهيل الإجراءات التمويلية وبعض القوانين الضابطة قد يدفعنا إلى مزيد من القفزات في مجال الطاقة الشمسية، لأن مصر مؤهلة أن هي تكون مركز إقليم للطاقة المتجددة، لكن نحتاج مزيد من التركيز، مزيد من العمل. وبكرة إن شاء الله نشوفكم على ألف خير وصحة وسلامة وحلقة جديدة من الخلاصة. إلى اللقاء.